اكلات الصيف السهله السريعه كلها هنعملها هنا مع بعض في الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك في القناه. اول اكله معانا النهارده هنعمل بيتزا. في كوبايه الا ربع ميه حطيت معلقه سكر وحطيت كيس خميره فوريه وهسيبها على جنب. هحط 3 كوبايات دقيق. 3 كوبايات دقيق دول هيعملوا لي 2 بيتزا. احنا هنستخدم واحده بس. رشه ملح، هنقلب مع بعض لحد لما الخميره تتفاعل. كوبايه الا ربع ميه، معلقه سكر، وكيس خميره فوريه، حطهم على 3 كوبايات دقيق وهقلب كتير. حط معلقتين ميه بس وهفضل اقلب تاني، اقلب كتير قوي قوي قوي. حطيت معلقتين زيت زيتون مع العجين وهقلب كتير جدا جدا جدا. بيتزا دي نتيجه نقلب كتير. رشيت رشه نشا، عايزين نطري المعجنات وتبقى طريه وخفيفه، هنرش نشا. عجنت كتير قوي وبعد كده هسيبها تخمر عشان احنا حاطين فيها خميره. اهو 3 كوبايات عملوا لي 2 بيتزا. هشيل واحده في الفريزر، هشيل واحده في الفريزر بعد لما خمرت وهستخدم واحده بس. اول اكله معانا بيتزا سهله هتاخد 20 دقيقه معانا في صينيه صغيره. ده فيديو 3 اكلات سريعه جدا جدا بنعملهم في البيت في الصيف. في الصيف ما احنا مش بنحب نطبخ ونعمل حاجات كتير عشان الحر، فدي اسهل 3 اكلات نقدر نعملهم. بعد لما فردت العجينه في الصينيه الصغيره دي كبرت الحروف علشان خاطر هاتني الاطراف. حشيت الاطراف اهي جبنه، ميكس جبن موتزاريلا وجبنه رومي وجبنه تشيدر، تقدروا تحشوها اي نوع جبن. بعد لما حطيتها من الجناب هقفل عليها بالعجين الزايد اللي انا كنت سايباه كده بره، وايه واديني بقفل العجينه. تمام، هنعمل ايه؟ مش هنحط صلصه بيتزا ولا اي حاجه، هنحط شويه كاتشب، هوت كاتشب ومايونيز، وهو ده هيبقى الصلصه بتاعتنا في البيتزا الصغيره دي. حطيت رشه زعتر، رشه زعتر براحتكم، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها بلاش. وادي الكاتشب والمايونيز، هو ده اللي هتبقى الصلصه بتاعتي. وهحط بقى على كل الحتت اللي باينه في البيتزا الصغنطوطه بتاعتي. اسهل بيتزا تقدروا تعملوها في تلت ساعه، في 20 دقيقه في الفرن. عايزين تحطوها في الميكرويف حطوها، حطوها العشر دقايق وبعدين زودوا الدقايق شويه شويه، لو حسيتوا انها محتاجه تاني زودوا. يعني تنفع في الميكرويف؟ اه تنفع، بس زودوا الدقايق شويه شويه. بعد لما حطيت الصلصه بتاعتنا الكاتشب والمايونيز كده، جبت رومي مدخن، ده رومي مدخن، هي صغيرة فما شالتش غير واحدة بس. حطيت زيتون اخضر وزيتون اسود كتير، الزيتون الاسود بيحلي البيتزا، يعني بيتزا زيتون اسود بصراحة، ده زيتون كلاماتا. حطيت ميكس جبن شوية من فوق كده، موتزاريلا ورومي وتشيدر، حاجة بسيطة. وحطيت رشة سمسم على الأطراف، الأطراف اللي هي محشية جبن برضو. وتلت ساعة بالظبط في الفرن، هطلعها حطها في طبق وهوريكم شكلها عامل ايه بعد 20 دقيقة في الفرن. سخنة زي ما انتوا شايفين، السمسم مدي طعم حلو. بعد 20 دقيقة لو لقيتوها يا جماعة محتاجة 5 دقايق حطوا براحتكم، بس انا خدت مني 20 دقيقة. شايفين جبنة سايحة ازاي؟ شايفين العجينة طرية وهشة ازاي؟ شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ الله، ايه الجمال ده؟ اسرع بيتزا هتاكلوها. هحط عليها بقى ايه من فوق كده علشان نبدأ في التقديم، حط عليها رشة بصل، بصل متقطع، والكاتشب والمايونيز اللي احنا حطيناهم عليها هرش كده ايه عليها من فوق. وبالهنا والشفاء. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، واكتبوا لي في التعليقات، جربوها واكتبوا لي في التعليقات، مستنية تعليقاتكم. يلا نشوف تاني أكلة معانا. أسرع مكرونة براد صوص. هنسلق مكرونة سباكيتي، مية وسبناها تغلي وحطينا فيها المكرونة، كسرتها على اتنين، حطيت كمية ملح كبتيرة وهستنى لحد لما تغلي تستوي. خدت قد ايه يا جماعة؟ بتاخد 9 دقايق او 10 دقايق بالظبط. بعد كده صفيتها، صفيتها من المية وسايبها تتصفى. المكرونة مش بتتغسل، المكرونة بلاش نغسلها. حطيت في نفس الحلة اللي سلقت فيها زيت زيتون وتوم في نفس الحلة عشان ما نوسخش حاجات كتيرة. حطيت معلقة صلصة، توم، زيت زيتون، صلصة، وحطيت 5 معالق مية، 5 معالق مية. تمام، وهقلب وهسيبهم
يندمجوا مع بعض ويتفاعلوا كده مع بعض ويستووا كده مع بعض في نفس الحالة اللي سلقنا فيها، ما غسلناهاش كده على طول. هنعمل الصلصة ونحط فيها ايه؟ المكرونة، والمكرونة سيبناها تتصفى على جنب. يلا بقى. طيب تقدروا تحطوا اي توابل اللي انتوا عايزينها، تقدروا تحطوا قطع بصل، انا حطيت شوية سكر علشان خاطر ايه الصلصة، رشة صغيرة، ممكن نص معلقة، نص معلقة شاي صغيرة. وبعد كده حطينا الفلفل، رشة ريحان باودر، نص معلقة زعتر، انا عايزاها فيها اعشاب كده وتوابل كتير، ونص معلقة بابريكا، يبقى ملح فلفل زعتر ريحان بابريكا وشوية سكر. حطيت المكرونة على الصلصة وقلبتها، بس الصلصة بتاعتنا كده اهي، الصلصة سخنة والمكرونة لسه سخنة بعد برضو لما صفيناها، هقلبها تقليبة كده شوية تسخن برضو، وقدمتها في الطبق. وبالهنا والشفا، اعملوا لي اشتراك في القناة، دوسوا على علامة سبسكرايب بالأحمر، اشتراك بالأحمر دوسوا عليها، ودوسوا على علامة الجرس، واعملوا كل الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، ومستنية تعليقاتكم. يلا بالهنا والشفا، ايه الجمال ده. اخر حاجة معانا، اخر اكلة، سلطة المكرونة بالتونة. دي احسن تونة تقدروا تجيبوها في مصر يا جماعة، حدائق كاليفورنيا، بصراحة انا جربتها. ومعانا مايونيز، ومعانا خضار، ومعانا ليمون، وهقول لكم هنعمل ايه. يلا في حلة هنسيبها تغلي، وحطينا ملح، حطيت مكرونة ريجينا اللي هي القواقع، حلوة عجباني، اخدت معايا قد ايه يا جماعة؟ بصوا بالظبط، حطيت زي ما انتوا شايفين جزر، انا بحب الجزر، وبسيبهم يتسلقوا مع بعض. بصل هنقطعه صغير قوي، بصلة صغيرة نية مش هنخليها تتسلق، هنقطعها. فاصوليا حمراء غسلتها، وسويت كورن غسلته اهو من العلبة قدامهم، وهفتح التونة وهصفيها، هفتح حتة صغيرة، ومن الحتة الصغيرة دي هصفيها اهو من الزيت، ما نزلتش ولا نقطة زيت. حدائق كاليفورنيا السودا احلى تونة تقدروا تجيبوها. حدائق كاليفورنيا السودا انا مجرباها، حلوة قوي. ما عنديش ليمون فريش، حطيت بديل الليمون، وهقطع التونة شوية شوية، وادي ملح وزعتر طبعا، هقطع التونة شوية علشان دي تونة قطعة واحدة، اهرسها شوية. وعندنا الفاصوليا والسويت كورن والبصل الني، حطيت المكرونة والجزر، وهقلب مع بعضه. دي سلطة تونة سريعة سهلة، انا لما اكلتها بصراحة ما اكلتش جنبها حاجة. هحط معاها المايونيز، يبقى عندنا خضار، سويت كورن، فاصوليا، بصل، جزر مسلوق، مع المكرونة، مع الليمون، مع المايونيز. الله، تتاكل ساقعة، تتاكل دافية، براحتكم، بالهنا والشفا. سلطة المكرونة بالتونة، او سلطة التونة بالمكرونة، زي ما انتوا عايزين. اشتراك ولايك. السويت كورن كان طعمه رائع، الفاصوليا الحمراء كان طعمها رائع، البصل الني كان طعمه حلو، المايونيز مع الزعتر.